في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في الغريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر ابراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب.